فخور بكوني جزء من الفريق اللي اشتغل على مشروع ظبيسات. دوري في المشروع كان مسؤول قسم الملاحة والتوجيه والتحكم. باختصار دورنا نحن هو تصميم الطيار الآلي لهذا القمر الصناعي. يعني أنت عندك القمر الصناعي ياخذ لفة كاملة على الأرض خلال ساعة ونص بس، يعني سرعته عالية جدا 7 كيلومتر في الثانية. وخلال هذه السرعة العالية في اهتزازات، وممكن حتى أنه هو توجيهه يكون يعني غير دقيق. ونحن عندنا كاميرا في هذا المشروع نحتاج نلتقط صور للأرض. فأنت على هذه السرعة العالية النظام اللي احنا صممناه يوجه القمر الصناعي للأرض بحيث أنه يكون الاهتزازات يعدم تقريبا الاهتزازات، ويكون توجيه دقيق، نحصل فيه على صور أوضح للكرة الأرضية من الفضاء. أطلع مستقبلا أني أكمل في مجال الفضاء وعلوم الفضاء، وإن شاء الله تتاح لنا الفرص أكثر لاستكشاف هذا الفضاء الشاسع. والحمد لله توجه الدولة يعني يشير أن فيه توجه للفضاء، وإن شاء الله الله يوفقنا ونسعى لتحقيق الأفضل الأفضل لرفعة البلاد.